رجعنا لكم اعزائي المشاهدين ولسه معاكم سهرانين ومكملين يا حلوين يا طيبين يا مصريين. معانا لسه الفن الشعبي الاصيل، معانا الفنان الجميل الطفل الشقي الصغير ادم الامير. منور يا ادم. منوره حبيبي. عامل انت اغنيه عن عيد الام كويسه؟ اسمعك انا ما تقلقش، والناس هتسمعك. ازيك يا ادم يا حبيبي؟ الحمد لله. ازيك يا ادم عامل ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. وكمان مش بس ادم الامير، معانا النجم الكبير أسامة الصغير. أهلا وسهلا. منور يا أسامة. بوجودك ويا رب كل سنة وكل الأمهات بخير وبصحة وسلامة. بص كلام كتير. ليه؟ الله يخليك. مش عايزين كلام كتير، عايزين غنى ولحن وزقزقة عصافير. ماشي يا باشا؟ يلا نبدأ مين؟ إيه ده بقى ده؟ نبدأ بالأستاذ سيد، بالأستاذ أسامة الصغير. نسمع حاجة لايف ولا تسمع حاجة بليوك؟ اللي أنت عايزه. نسمع لايف. نسمع لايف. نسمع لايف. حاجة للأم بقى. ماشي. يلا. يلا باشا تعالى. ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل، إلهي يكرمك يا الله ومن عطفك ما يحرمنا يا جنة من الهنا. أول حب صادفني بسطه بشوقي وحنيني وقبل عليك ما تشوفني في قلبك يما شوفيني يا شجرة حب طراحة بشوف الخير من الممشي بلاقي في حضنك الراحة يبات ما بتنامش
وامشي يا نور بيتنا وبركتنا يا نور بيتنا وبركتنا إلهي كرمك يا ما إلهي كرمك يا ما أحسنت. موال كده أنا قلت هترقع بعدها في العالي. لسه الموضوع يسخن. أنا قلت هتعلي بقى بعديها. خدت الموضوع قال كل ام طبعا ده والله بكتني جميل اقسم بالله صوتك جميل جدا يعني انا احساسي يعني احساسك مرهف جدا وصلني والله يعني فعلا بجد يعني الله عليك يعني كله من زوان طيب ادهم عامل انت حاسس في جاهز الاغنيه بتاع ادهم طب نسمع ادهم اغنيه الام يلا هو موقف تعالى ادهم كده انا وشك للجمهور وقف الطابور يلا الله 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 ايه الحلاوه دي يا ادهم صغير بس كده لا صغير بس جميله اغنيه جميله وما شاء الله متمكن ومتلحن ومتزعم بصراحه على صوتك كده الاغنيه دي كلمات مين يا ادهم كلمات عبد السلام استاذ عبد السلام الاستاذ عبد السلام والحان مين الاستاذ عبد السلام برضه استاذ عبد السلام وغناء مين الاستاذ عبد السلام جميله اغنيه جميله الصراحه السيد الامير ما عملش حاجه من الاغنيه خالص موز كويس افتكرت طب تحيه بقى للسيد الامير يا باشا اسمع احلى تحيه للسيد الامير الموزع والموسيقار العبقري واللي عامل لنا اغنيه تتر المالطه فندي تحيه للسيد الامير حبيبي حبيبي سيد الامير سيد الامير بشوي من حلوان هاي يا بشوي السلام عليكم عليكم السلام
حضرتك انا متصل عني الفنان اسامه الصغير حبيبي حبيبي على نجاحه الكبير حبيبي. طبعا عالم هو الفنان الكبير في حلوان وحياه فرح اختي كانت احلى ليله في العيله الحمد لله ربنا يكرمك طبعا جمهور واسع طبعا استاذ اسامه الصغير يعني فنان رائع من طراز وصاحب من طراز مميز وصاحب صوت مختلف ومميز فعلا ربنا يكرمك ربنا يوفقه يا رب ونشوفه احسن الفنانين يا رب بشكرك يا باشا تحيه ليك وتحيه لحلوان وشعب حلوان وجمهور حلوان محمود منين محمود؟ محمود من منصوره احلى تحيه المنصوره شعب المنصوره الله يخليك يا فندم انا عايز احيي اولا القناه ديت ربنا يكرمك ثم احييكم كمان لان انتوا فرقه ما شاء الله جميله ربنا يخليك وعاديه بهجه جدا جدا على التلفزيون والله الله يكرمك انا عشان كده كنت بقلب كده بظروفها وانا بحب القناه دي اصلا ربنا يعني. يسعد ايامكم ربنا يسعدكم انت راجل محترم ايوه يا باشا ربنا يسعد ايامكم احنا رسالتنا احنا طبعا المستشار اللي عندك ده حاجه 10 على 10 والمغني الصغير ده 10 على 10 الله يكرمك انا بديلكم التحيه كلها احلى تحيه ليك وتحيه المنصوره وشعب المنصوره وانزل بسلام وتحيه لزغلول مزهول حبيبي اللي معاه الخط زغلول 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 يلا سقفني كده ورقصني لما مكاني جيت رقصني يا ولد ما زغلول انت ما جيتش ليه يا زغلول وعندهم يا حبيبي والله كنت جاي في السكه بس لقيت عركه واديني رجعت بقى وخلاص والحمد لله تمام 100 وانت عامل ايه؟ انت عامل ايه انت يا زغلول؟ الحمد لله والنيل مقسم الصغير الجميل حبيبي انت انت مرفوض يا زغلول مش هتيجي البرنامج بتاعنا يا زغلول حبيبي ما احتفلتش مغضوب عني والله لا يا زغلول بسرعه كده ما ينفعش الكلام ده يا زغلول انت تقعد جنب ابو العنين يا زغلول يا حبيبي لا يا عم ما ينفعش الكلام ده يا زغلول ترى الهمه وانت ما تجيش يا زغلول انت تقعد جنب ابو العنين على طول ليه كده؟ ليه كده يا مصطفى؟ ده انا طيب. قلت اللي انت قلت كل حاجه عندي. طيب بص بشكرك يا زغلول عشان الوقت طبعا عشان احنا نسمع الفنان اسامه الصغير. طب احنا عايزين نسمع قصيره يا مصطفى، ينفع الكلام ده على الهوا كده مباشره؟ طب يلا هي معاك 13 ثانيه خلاص خلصت بشكرك يا زغلول. 13 برضه؟ قول طيب قول. دي حاجه بالنسبه للام يعني. طب قول. ايوه نقول احلى هديه احلى تحيه. لأم حبيبتي الغالية عليا. أيوه. أنتِ يا أمي كل حياتي. أيوه. ياما تعبتي وسهرتي على راحة ليلاتي. الله عليك يا زغلول. 270 يوم حامل فيا. أه. وأنا بخبط بدماغي وإيديا ورجليا، اسمع بقى. أنا وأنا سامع. بخبط بدماغي وإيديا ورجليا. رجليك اتفار ولا إيه؟ مستحملة وشاربة المرار. مرار. ولا عارفة تنام بالليل ولا تصحى بالنهار. هي لو خليفة حد زيك هتشرب غير المرار. يوم ولاد كده كان يوم. أه. أكليلة ناقصها فراغ. أه. للدنيا في العافية. أيوة. وانا كنت قاعد مرتاح في حته دافيه يخرب بيتك ايوه حلو عليك كده قاعد مرتاح في حته دافيه خلاص بقى الدنيا دافيه الكافيه اسمع بقى الدنيا دافيه الكافيه ماشي سامع بوداني اغاني وزغاريط وقف بالزيط وعيل اهبل شكله عبيط قصدك مين ياه؟ ايه قصدك مين عيل اهبل شكله عبيط؟ ده اللي هو الدكتور يعني انت مرفوض يا مستفان طب خلاص حلو كده امال بتيجي في البرنامج تتشل في لسانك ليه سلمنا على امك يا بشكرك ابو الزغاليل بشكرك استاذ اسامه الصغير بقى نسمع بسرعه عشان انت بسرقنا قلب سعيد نسمع لا بلي بقى قلب سعيد جاهز يا قلب سعيد يلا باشا نسمع قلب سعيد ها جاهزه طب نقول حاجه لايف كده على ما جاهزه اي حاجه لايف كده خد المايك خد المايك خد المايك بقول لك ايه احنا نجهز اللايف احنا انت مش هتقول اهداء كده للوالده ولا الجماعه في حلوان ولا الناس اللي عماله تسال لك دي طبعا انا كل امهات مصر دول بالنسبه لي امي وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم كل عيد جديد بجديد ما شاء الله ويخليكم لاولادكم يا رب نسمه ممدوح عبد الله هندسه صوتيه سيد الامير انا عايش واستمتع مع النجم الفنان اسامه الصغير سوبر ستار سيد الامير تراب ميكست دوت كوم وحشني والله وحشني ومين يقول لك مين وحشني والله وحشني ومين يقول لك مين
اليوم في بعدك سنة وعيني على الصابرين وعيني على الصابرين دي جي سيد الأمين ريميكس اسمع عدم بقى السريع عشان الوقت سرقنا والمخرج بيزعق وبيقول لي الوقت خلص يا مالت افندي الوقت خلص يا مالت افندي يلا يا ادهم يلا يا ادهم مفيش ما عادش امل وضمير مفيش دنيا ماشيه بالتهريش ما عادش امل وضمير مفيش واللي طيب فيك يا دنيا اللي طيب فيك يا دنيا لبس ما بيعرف كل اللي بقى ماشي شمال الحال ما بقى زي
تهبيش ماله هذا؟ الكلام التهبيش ده بيفكرك بمين؟ تهبيش والتحبيش وكوحة ووحة زغلول المزهول كلمات سكر دي اكيد. للأسف صديقي خواجة نوز دايما اسعد بصحبتك معي في هذا البرنامج. خلصنا يا نطة فندي؟ للأسف الوقت سرقنا، حد يجري وراه يا ساعتين عدوا عليك كمان ساعتين ونص. بقول لك مذيع طلع فاصل ونزل مشحون عشان خاطر محمد عبد السلام اللي حكى لك عني. هنختم بيها. طيب للاسف اعزائي المشاهدين اتمنى كنا ضيوف خفاف على قلوبكم في بيوتكم، ونتمنى نكون قدرنا نغير من المود اللي انتوا فيه ونقدر ندخل البهجه عليكم ونسعدكم، ويا رب دايما كده يقدرنا ونسعدكم. خلصت حلقتنا، استنونا كل 3-10 بالليل الله اعلم الساعه 10 3 الجاي هطلعها ازاي لان في عذر فممكن ما اطلعش، فلو ما طلعتش سامحوني واعذروني وسامحوني، بحبكم وبتحبوني. بشكر كل شرفوني النهارده الفنان عبد الواحد البنا، الفنان نوبي حبيبي، بشكر الفنان وائل ثروت، بشكر حبيبي الفنان اسامه الصغير نورني وشرفني خواجه نوز، بشكر ادهم الصغير ادهم الامير، وبشكر الموسيقار العالمي العظيم الفنان سالم سالم مزيكا. اهلا مزيكا يا استاذ سالم، وطبعا اخويا وحبيبي الموزع الموسيقي والملحن سيد الامير، حبيبي يا سيد المبدع اللي ابدع في تتر المالطا فندي اللي ان شاء الله من اول الحلقات الجديده تسمعوه على بدايه البرنامج. يلا يا ادهم هننزل بالتتر وهنغني اسمها ايه الاغنيه اللي حكى لك عني. يلا يا باشا، يلا يا ادهم، يلا المايك اهو، يلا اللي حكى لك عني ابوك، يلا يلا اللي حكى لك عني المالطا فندي برنامج ساخر، المالطا فندي جد كوميديا لكن من الاخر، المالطا فندي جاي من زمان.